ألو صباح الخير. هذا تمرين الأربعة الأمامية تحت الضغط الكامل، تمرين بسيط يعني لكن به فائدة. هاي المسافة وهذا المربع عبارة عن 20 في 20 ياردة، يعني يكونون أربعة على رأس الزوايا، مدافعين 2، مهاجمين 9 و10، 11 و7 و2 و3. تمرين كمان المدرب يمر الكرة لأحد المهاجمين، حال ما يمر الكرة لأحد المهاجمين، المهاجمين يختارون الاختراق أو اللعب الجماعي. لنفترض الآن، لنفترض أنه المدربين المهاجمين اختاروا الاختراق، كيف نعرف أنه المهاجمين اختاروا الاختراق؟ بإبقاء الكرة داخل المربع، يعني على سبيل المثال، أما هذا يناول الزميلة داخل المربع وزميلة يتحرك الكرة كلها داخل المربع، فمعناه أنه المهاجمين عندهم الاختراق من المربع 14، خلاص. فيشق هاي الحالة، يشق لهذا الجناح وهذا الجناح أن يتحركون لمهاجم الكرة معهم، ويشق للظهير هذا وللظهير هذا أن يدخلون، مفهوم؟ فيصير وضعية 4 ضد 4، لكن الاختراق يكون من العمق، يعني من العمق، يعني ممكن هذا يلعب للجناح من منطقة العمق، ما يلعب من الجناح، يعني ما يلعبها كلاعب جناح، لا كلاعب يعني في الجناح، لكن يستلم من العمق، يستلم الكرة من العمق، أو قد أو نفترض افتراضية أخرى. أي بهدوء أحمل هذا الموضوع، أنه هذا اللاعب من استلم رأساً يلعب من العمق، شوف أرسم الرسم، يلعب من العمق إلى الجناح، إلى هذا الجناح أو إلى هذا الجناح أو إلى هذا الجناح، شرطاً يكون من العمق إلى هذا اللاعب مثلاً أو لهذا اللاعب. فكل الكرة عندما يكون اللعب من العمق تذهب إلى ما يعرف باللاعبين الأجنحة. زين، أما إذا على نفس المنوال هذا الكلام، أما إذا لعبت الكرة من قبل المدرب إلى لاعب 9 و10 واختار مباشرة، لاحظ مباشرة، يعني ما أبقى الكرة في حوزة زميلة أو في حوزة داخل المربع، فهذا يعني أن الهجوم سيبدأ من الجناح اليسار. في هذه الحالة هذا المدافع حالة شوف يمنع من الضغط على الجناح، بينما ذول الاثنين المدافعين المركزيين بالتأكيد راح يضغطون على المهاجمين المركزيين، لأن المهاجمين المركزيين راح يهاجمون في البوكس، والمدافع اليسار يضغط على جناح اليمين، لأن جناح اليمين راح يترك حر في مهاجمة الكرة، فيدخل يضغط عليه هذا المدافع، فتصبح الوضعية 4 ضد 3، لاعب جناح 11 عند الكرة، مهاجمين مركزيين ضدهم، مدافعين مركزيين وأحسن، حرك الصورة من أجل تعليم وفهم أحسن،
تصبح الوضعية 3-3 داخل منطقة الجزاء، ولاعب عندنا لاعب وعندنا لاعب مع الكرة يعمل الكرة الحسية، لابد أن يعمل الكرة الحسية، سواء على الأرض سواء عالي سواء يختار الدحرجة إلى خط الهدف ويلعب كرة قاطعة. المهم الوضعية تصبح 3-3 داخل منطقة الجزاء، مدافع محيدة جناح محررة، لكن يجب أن يجب أن تتصل الهجمة بكرة عكسية أو كرة مضروبة من الجناح، كذلك ما يسري على جناح اليسار يسري على جناح اليمين. إذا في اللعب الاختراق من العمق تشكل وضعية 4-4 من قبل فريق. في حملة اللعب على الجناح تشكل وضعية 4-3 لصالح الفريق المهاجم، نحيد المدافع نحيده يعني نخليه ستوب نخليه فروزن، نحيد المدافع القريب للجناح الذي لعبت له. هذا التمرين من التمارين الجيدة التطبيق وجيدة النتائج. هنا أنا يعني وضعنا إحنا نوع من الحياة في وضعية مهاجمة الكرات العكسية أو الاختراق من العمق بوضع شروط بسيطة، وأعطينا زيادة عددية لصالح الفريق المهاجم في مرحلة الكرة العكسية، وقلنا حيدنا لاعب الكرة العكسية أنه ما يحق له يدخل إلى منطقة الجزاء ويصوب على المرمى، وإنما واجبه لأن تركناه دون ضغط أن يلعب الكرة العكسية بكافة أشكاله وأنواعه، فيكون التمرين جيد ويكون التمرين لصالح الفريق أسميه يعني المنافس اللي يعتمد تنويع اللعب من مختلف الاتجاهات. ينوح مرة يسوي من الجناح مرة من الجناح مرة من العمق مرة من العمق، عنده تنويع باللعب. فالتمرين بسيط، تشكيل بسيط، هاي المسافة 20 ياردة. طبعاً أول من المدرب يلعب الكرة من حق ذول اللاعبين بعد لمسة ولمسين يصوبون دايرك على الهدف، لذلك نجبر المدافعين دول على الضغط عليهم في هاي المنطقة. زين ينتبهون الجناحين من التسلل، ضروري ينتبهون من التسلل، ويكون التمرين يعني بحياة وتكرر مرة مرتين ثلاثة، مرة يلعب المدرب للتسعة مرة للعشرة مرة يغير من اللعبة. في تطوير ممكن للمدرب أن هو يعني هو المدرب اللي يصبح يعلن عن الهجوم، مثلا ينام الكرة الآن التسعة ويعلن يقول عمق فهموا اللاعبين او وسع او نسميه وتس يعني نسميه بالعرض يلعب او بالوسع او يسميه عمودي او افقي. العمودي اختراق، الافقي هو لعب الكرة العكسية. ممكن للمدرب يعني يضيف امر اخر تو اجينست يو اثنين اجينست يو، معناه الجناحين ما يدخلون والدافعين الظاهرين ما يدخلون. ممتاز، هذا هذا شيء جيد. فممكن أنه أنت تنوع كمدرب من يعني تعليماتك للاعبين أوامرك للاعبين حتى تغير أو ما يعرف بتضع المتغير اللي تحاول تحصل عليه. فهاي تمارين جيدة، هاي تمارين مفيدة، هاي التمارين أنا أفضلها دائما. إنه هاي المنطقة المظللة ضرورية تبقى مظللة
يعني أنت يمكن أن تفعل المنطقة المضللة وتخلي مسافة 20 متر. المنطقة المضللة ما تعني منطقة مصبوغة بصبغ، تعني أربع علامات بس، علامة علامتين ثلاثة أربعة، تتوكل على الله يعني ترفع العلامة المضللة وتجيب لك علامات أربعة تخليهم يعني كما يعني معروف احنا تخلي العلامات هاي الأربعة وتقول هذا هو المربع يعني هاي وحدة على سبيل المثال، هاي اثنين على سبيل المجال مثلا، هاي ثلاثة وهو هذا التمرين يعني أربع علامات نبعتها شوية من القوس. يكون تدريجي ممتاز وبي تخصص 100%. الأربع مدافعين ليش تبون الأربع ومهاجمين ليش؟ وهذا هو السؤال اللي يرادي من المولع بالتدريب التخصصي. هل يمكن بنفس الوقت ندرب تخصص للمدافعين والمهاجمين؟ هذا هو الجواب الشافي والوافي والواضح والبسيط لإمكانية استخدام التدريب التخصصي بالنسبة للمدافعين والمهاجمين في آن واحد. لكن أنت كمدرب يجب أن تركز على أما المهاجمين أو المدافعين أثناء الكوتشينج بروسيس، تركز على أحد المجموعات. أنا دكتور موفق المولى، اليوم 14 في الشهر 14/8، أسأل الله الشفاء لمن أصيب بالداء، وأسأل الله أن يجنب ناس طيبين كل علة وكل مرض يا رب العالمين. وشكرا جزيلا، تمتع بهذا التمرين، تمتع وطبقها.